بعد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها جلالته عن خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتواصل نجاح مواسم الحج. وقد أكد جلالة الملك المفدى يده الله في برقيته على الجهود الجبارة والمخلصة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوفر الخير واليمن والبركات.